افتتح اليوم علي رئيس البير بفندق هيلتون 60 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد. حضر الافتتاح أعضاء الحكومة وبعض مساعدي رئيس الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وشركاء البلاد في التنمية. تقرير الزميلة فاطمة الزهراء أبو المعالي. تضم لجنة حوض بحيرة تشاد 6 دول في عضوتها، وأتواج هذه الدول منذ فترة أعمال إرهابية تسببت في تدهور اقتصاد الإقليم، وتشكل الدورة العادية 62 لمجلس وزراء الدول الأعضاء في حوض بحيرة تشاد المنعقدة في نجمينة منبرا للتشاور وتوجه الأعمال المستقبلية. وستناقش الدورة حصيلة الأنشطة وإعداد جدول متناقم للأمل وتنسيق الخطط في العام الجاري من أجل التنفيذ الأمثل لمشاريع التنمية التي تقوم بها الدول الأعضاء، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. وخلال هذا اللقاء أشار وزير المياه والإسهاء التشادي صديق عبد الكريم حجار أن الحصيلة إيجابية، مشيرا إلى التحديات العديدة التي تواجهها الدول الأعضاء بسبب التغيرات المناخية والتي من بينها تدهور الأرض وانحسار المياه والتلوث، بالإضافة إلى ما تشكله جماعة بوكو حرام من تهديد للسكان وخطر على البيئة والتنمية، داعيا إلى الأمل من أجل تقارب الشعوب وتوفير الأمن والسلام في المنطقة. الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد بدوره شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على تدخله المباشر لتنظيم هذا الاجتماع، ودعا الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود من أجل محاربة جماعة بوكو حرام ومكافحة الجفاف في حوض بحيرة تشاد. من جهته وزير المياه لجمهورية النيجر رئيس مجلس وزراء دول حوض بحيرة تشاد باروم ساليفو أشاد بالإنجازات التي تحققت رغم الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود من تحقيق النتائج المرجوة. في كلمته رئيس الوزراء بايم باتاكي البير بمناسبة افتتاح أعمال الدورة 62 لمجلس وزراء حوض بحيرة تشاد عبر عن رضاه لاختيار العاصمة التشادية لتنظيم هذا الحدث الكبير وفقا للبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. في خطابه الافتتاحي الذي